تمام غزالة ديالي، كيف عاملين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال، تكون اموركم بالف خير. هاني جيت وجبتكم ديما جديد كما معودكم، جبتكم كيكه سفنجيه جد رائعه بمكونات جد بسيطه، ماشي بزاف، ما كتاخدش تكلفه بزاف. وكنتمنى هذا الفيديو نال ارضائكم، وما تبخلوش على اختكم باللايك واشتراك فضلا وليس امرا، باش يوصلكم اي حاجه جديده. هانتوما كتشوفوا كيكه كي هتجي لذيذة وبنينة، يعني كتستحق التجربة. ونخليكم تفرجوا الفيديو من الاول حتى الاخر، فرجة ممتعة. نبداو على بركة الله، بسم الله سبحان الله. كنحتاجو 5 البيضات، عفوا 3 الكيسان ديال الطحين. انا درت العبار بالكاس ديال العنبة وكبيتهم في زلافة. كنحتاجو الكاكاو مسوس، ماشي الحلو، المسوس اللي كيكون اسود. كنحتاجو كاس ديال السكر، وكاس ديال الزيت. ها الكيسان اللي عندي بالعبار، قبيصة الملح ضرورية، خمر هاد الحلوى وبينية وحدة، والكاوكاو ها هو انا عندي درته في الفران، من بعد طحنته خليته عام هرمش حيت نحتاجو تزيين ونحتاجو حتى الكيكة معاها. يلا نبداو على بركة الله ان شاء الله، توكلوا على الله سبحانه وتعالى. بسم الله. نبداو نهرسو البيضات هما الاولين كما العاده، دائما البيض هو الاول. من بعد ما هرس البيضه نضيف كاس ديال السكر وكاس ديال الزيت، وغنخليهم حتى يطحنوا مع بعضياتهم مزيان. دائما البيض والسكر والزيت حتى ينسجموا مع بعضياتهم مزيان، غنضيف المكونات الاخرين ان شاء الله يا ربي. هانتوما من بعد ما خلط البيض والسكر والزيت مزيان تدار البويقات بحال هكايا، دابا غنضيف لهم الطحين تدريجيا بشويه بشويه. ها الطحين ديالي 3 الكيسان، كنزيد ناكد 3 الكيسان. دابا هنا غنزيد 3 معالقات ديال الكاكاو مسوس، 3 المعالقات تاع المعلقة الثانية، وعندي المعلقة الثالثة، ونخلطهم مزيان مع بعضياتهم. دائما دائما خلي خميره الحلوه هي اخر حاجه، بعد ما خلط المكونات كاملين باقي لي باينيه وخميره الحلوه هي الاخرى، عاد نديرهم دابا. بعد ما خلط المكونات كاملين دابا غنخوي الخليط ديالي كامل في الاناء. هانتوما هنا من بعد ما حمصت هذا الكاوكاو في الفران
وطحنته، يعني ما طحنتوش مزيان، خليته عام هرمش. دابا غنضيفو الخليط اللي عدلت، غنخلطوه مزيان حتى ينسجموا مع بعضياتهم. صراحه والله حتى كيجي رائع. انا زعما جربت هاد الكيكه ودقتها، قلت علاش ما نشاركهاش معاكم، يعني انسان ما يخسر حتى شي حاجه، نجربوها ما نعكزوش، والله الا كتجي فنه. وحنا متبعين هذا الفيديو كنشكر كل واحد اللي دار لي اشتراك القناه ديالي، واللي مازال كيشوف قناتي لاول مره يدير ابوني فضلا وليس امرا. وكنشكر كل واحد كيتابع لي القناه ديالي، وكنتمنى النجاح ليا والجميع المسلمين، والله يسر على الجميع. وخليكم معايا حتى لاخر الفيديو، وما تنساوش لايك. هنا راه دهنت اللاطه، ما ديرولهاش الطحين، انا درت لها شويه الزيت. ها هو ما ديروش الطحين. دابا غنشبل الخليط ديالي وغنخوي فيها كله، والفران راه عندي كيسخن على 120 درجه. كنحتاجو للتزيين جوج كيسان ديال الحليب ما يكونوش عامرين، نص كاس ديال الزيت، الكاوكاو اللي بقى نديرو تزيين من الفوقي، وجوج معالق حتى ثلاثه اللي غنعدل بهم السيروم ديال اللي غنتزك بهم الكيكه، والشوكولاط على حسب كل واحد وشحال المقدار. انا درت يعني كاين اللي يدير 4 طروفات حتى 5 طروفه على حسب كل واحد شنو يدير. نبداو على بركه الله نعدلو لاصوص. من بعد ما ضفت الحليب هو الاول، دابا غنضيف كاس ديال الزيت. الزيت شنو المفعول ديالو؟ الزيت هو كيعطي واحد اللمعان فوق الكيكه، بحال كيعطي البريو. وغنضيف دابا واحد جوج معالق ديال السكر، حيت الكاكاو مر كيجي بحال اللي مر. انا بغيت نضيف السكر، اللي بغى ما يضيفوش ما يضيفوش، ماشي مشكله. انا غندير جوج معالق. دابا غنضيف الكاكاو مر جوج معالق، انا عندي جوج معالق، يعني كل واحد على حسب قياس ديال لاطه الفران اللي عيدير. انا نتوما شفتوا اللاطه درتها لي، درتها طويله، انا ما درت لا مدوره لا والو، انا درتها طويله، يعني كل واحد على حسب المول اللي عنده، يعني كل واحد كان اللي عيدير نسي درت الحليب، كل واحد. انا درت جوج كيسان د الحليب. المهم نتوما تستمروا في التحريك، ما حد دايه في البوطه وانتوما كتحركوا باش ما تلصق لكمش وما يبقاش هذوك الكويرات. ومن بعد ما طابت لي يعني بدات قربت تغلى، دابا غنضيف لها الشوكولات. الشوكولات هو اللي كيتقل هذيك الكريمه، يعني كل واحد يدير القياس اللي عنده. انا انتم شفتوني درت شي جوج طروفه كبار قسمتهم، انتم كتشوفوا يعني كتسمروا في التحريك حتى كيذوب هذاك الشوكولات. ها انتم كتشوفوا هنا راه بدات كتقل معايا لاصوص، حيت ملي كتسيبي الشوكولاط يعني داك لاصوص كتبقى تقال. وحاولوا تكونوا البوطه مقلين منها مره، انا مقله منها وخلاها تعقد، يعني الكيكه راه كطيب ولاصوص باش تجي مع الكيكه هو هذاك. ها انتم الكيكه راه قريبه توجد، ها انتم الصلابي ما شاء الله راه طلعت. ها انتم من بعد ما خرجتها من الفرن هانتوما كتجي هشيشة صراحة، مفشفشة. هانتوما تشوفو، هانتوما شوفو كتجي خفيفة خفيفة مرة. دابا عنديها باش ندير لها لاصوص اللي عدلت. انا حطيتها، دابا غنشبر نتشك غنتقابها كلها باش هاديك لاصوص اللي غنكبلها من الفوق يعني تشربها الكيكه. هي ما كتجيش فازكه كلها، ولكن كتجي لاصوص داخله فيها شويه شويه، يعني كتجي صراحه زوينه بزاف. ها لاصوص انا درتها في الكاس، راه باقا سخونه شويه، دابا نكب على الكيكه كلها. نشبروا الكاوكاو،
غندير الديكور اللي عجبنا حنايا، لكم حرية الاختيار، بغيتو الكوكب، بغيتو اللزمهر، اللزمهر ماشي، يعني اللي بغيتو اللي كان عندكم متوفر ديروه، ماشي على مكان الكوكب عاد نديرو هاد الكيكة، يعني اللي كان عندكم متوفر للتزيين يعني ديروه. ندخلوها للثلاجة واحد 4 ساعة ترتاح باش تبرد، وبرد داك لاصوص اللي درت لها، وبقاو معايا حتى الاخر تشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله يا ربي. ها هي من بعد ما خرجتها انا قطعت الطرف باش نوريكم كي كتجي، كتجي هشيش، كتجي هشيشة الصراحة، جد رائعة الصراحة والله، يعني كتسحق التجربة، وكنتمنى تنال ارضائكم ان شاء الله ربي الحبيب. هانتوما كي كتجي، كتجي غزاله، هانتوما كي كتجي كي السفنجه، هانتوما كتشوفوا من الداخل كي كتجي جد رائعه، يعني كنتمنى تنال ارضائكم ونكون خفيفه على قلبكم، وما تبخلوش على اختكم باللايك والاشتراك فضلا وليس امرا باش تدعموا القناه ان شاء الله توصل. كنشكر كل المتتبعين ديالي، وكنتمنى لكم ربي ييسر لكم الامور لينا ولجميع المسلمين ان شاء الله، وكنتمنى الكيكه تنال ارضائكم يا ربي الحبيب. نصيحة من عندي، هاد الكيكة دقوها مع اللبن كتعطي واحد المذاق خطير، كتجي رائعة وغتشكروني عليها، وجربوا نتوما تردوا عليا، وكنتمنى تنال ارضائكم ان شاء الله يا ربي الحبيب. يلا مع السلامة احبابي، في امان الله وحفظه، وسنة وجديد ان شاء الله.